شهدت ولاية صور أمس الأول موجة برد قارس مع موجة غبار وارتفاع مستوى الموج بين متر ونصف إلى مترين، حيث تأثرت بعض سفن الصيادين في الميناء جراء ارتفاع الموج والرياح الشديدة. وفي رأس الحد أدى ارتفاع مستوى الأمواج إلى دخول المياه إلى منازل المواطنين القريبين من البحر. وتهيب الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بجميع المواطنين تقصي درجات الحذر، وعلى الصيادين عدم نزول البحر إلا بعد التأكد من حالة الجو، وعلى الأسر ومرتادي الرحلات البرية والبحرية الحذر من التخييم في بطون الأودية وعدم ترك الأطفال يمارسون السباحة في البحر خلال ارتفاع مستوى الأمواج.